ومشاهدينا هذه الصور. ومشاهدينا هذه الصور المباشرة من قطاع غزة الذي يتعرض للقصف كما نسمع. إذن كما نرى في هذه الصور المباشرة عمليات القصف مستمرة على قطاع غزة. إذن يتجه الجيش الإسرائيلي إلى الهجوم الشامل على غزة متوعدا القطاع بأنه لن يعود أبدا كما كان. وزير الدفاع توعد حماس قائلا: أرادت التغيير في غزة وسوف تتغير 180 درجة عما أرادت. وتابع: سوف تندم حماس على هذه اللحظة. فيما قال قائد عسكري إسرائيلي كبير إنه لن يبقى في غزة سوى الدمار والجحيم. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي الانتهاء من عمليات إجلاء المستوطنات على الحدود مع غزة، معتبرا أن الأولوية هي القضاء على كبار مسؤولي حماس.